العظيمة الكريمة الأصيلة وشعبها البار شعبها الماثل البدر شرفي أن أكون معك شرفي إننا سوا في لحظة عظيمة من تاريخ وطننا في مهمة وطنية شريفة كريمة منتصرة بإذن الله. التحية لكم، التحية للشباب وشابات محافظة الشرقية، التحية تحية للحاضر معنا، الحاضر الذي لا يبيد. ان اكون معاكم وفي وسطكم وحاضر معانا الحاضر حاضر معانا اليوم وكل يوم حاضر معانا ابن الشرقية ورمزها ابن الشرقية وابن الحركة الوطنية المصرية ابن الشرقية وقائد عظيم من قادة الأمل في هذا الوطن ابن الشرقية ومناضل في صفوف الثورة التي لا تغيب يشرفني أن أكون في حضرة أخي وسيدي الدكتور عزازي علي عزازي يا حبيب 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 يا حبيب
عناقيد مصر. مش هنطاطي وفينا اخلاص النية لله والمستضعفين. مش هنطاطي وورانا مجد ثورتين. مش هنطاطي ومعانا اغلبية المصريين. مش هنطاطي ومعانا شباب عزم على مصر. حرية. حرية.
كمصريين عارفين ان كل بريء ورا السجون مشروعنا انه يطلع للحريه باذن الله. تحترم حقوق الإنسان في خدمة الشعب
لها إمكانيات في مواجهة الإرهاب. إحنا عاوزين نبني دولة مش نهد زي محمد مرسي. إحنا ما بنهدش دولتنا، إحنا بنبني دولتنا. على قد صورتنا. ليه بقى؟ لان الدولة اللي هتفضل ضعيفة وعجزة ورخوة وفاشلة لا هتفلح ولا الشعب هيشوف حقوقه في ظلها. طب الدولة تبقى قوية ازاي؟ بان نبني مجتمع ديمقراطي خالي من الفساد، فيه نزاهة ونظافة ايد، فيه كفاءة في الإدارة. مش انتوا الشباب اللي معايا؟ بأمر الله وإذنه اللي هياخد منصب في الدولة مش اللي كان معايا ويتحرم اللي ما كانش معايا. مناصب الدولة للأكفأ والأقدر والأكثر نزاهة. بيجهلوا علينا بيقولوا حامدين ضد القضاء، حاشا لله. انا رجل مؤمن بان دولة ديمقراطية يعني دولة حكم القانون، وحكم القانون لازم قضاءنا يكون مستقل، لا سلطان عليه من حاكم ولا صاحب نفوس. اريد قضاء مستقل، قضاء معتز باستقلاله وبيطبق الدستور. احنا هنا عشان الدستور، وما اعظمه واجمله ما يبقاش ورق مكتوب. الدستور يبقى حياه بيعيشها كل مصري، حريات حقيقيه وعداله اجتماعيه. نحن اللي قلنا ان القضاء المصري اتظلم بسبب قانون خطأ، هو قانون التظاهر. القاضي بينفذ القانون، القانون جاي له غلط واحنا قلنا عليه غلط من اول لحظة. غلط ليه؟ احنا مش عاوزين قانون التظاهر، لا، عاوزين قانون يحكم البلد في كل حاجة، بس قانون ما يخالفش الدستور، قانون ينظم مش يمنع، قانون يحمي الحق مش يعتدي عليه. واذا ربنا شاء ساعدل قانون التظاهر وافرج على كل الناس. يا ابن البلد شاب وشابة، رجل وامرأة، يا أهل الشرقية الأصلاء، يا من أنبتتم عزازي وشهداء الثورة، يا من أنبتتم الرمز اللي أنا وعزازي وناس كتير من جيلنا هو اللي رفع راية الوطنية والكرامة، وكان استشهاده علامة. ابن الشرقية العظيم البطل سليمان خاطر. عبدية
اللي ما قابلش يتهان وهو بيحمي الاعداء بيدنسوا ارضنا. سليمان مساعد ادريس حلاوه. في مواجهة التطبيع دول روح مصر، دول نجومنا الزاهرة، دول اللي بنهتدي بيهم. ومن الشرقية كل دول طالعين من تربة عافية ولدت زعيم الفلاحين أحمد عرابي العظيم بطل. قلب الزقازيق من عاصمة لكرامة الإنسان في مصر. أما بنستذكر هؤلاء العظماء اللي أنبتتهم هذه الأرض بنعاهدهم كل ما بذلوا من أجله. إحنا مكملين وإحنا منتصرين وإحنا محققين أحلامهم النبيلة الشريفة، وهنفضل زي ما تذكرناها قبل كده هنتذكرها النهاردة وبكرة. كلمة ابن الشرقية وزعيم الوطنية المصرية، كلمة لازم تبقى في ضمير وعقل كل مصري ومصرية. لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا وعقارا، فوالله والله الذي لا اله الا هو اننا لن نستعبد ولن نورث بعد اليوم. شعبنا ان احنا نحمي حقنا في العدل الاجتماعي في النظام الديمقراطي في الاستقلال الوطني. ربنا يمكننا من ان احنا نكون على قد نجومنا الزاهره اللي سطعت في سماء مصر، وكل من اهدانا قدره على الوقوف مع الحق مع الشعب مع العدل مع الكرامة مع المحبة مع الاستقلال مع رفع الصوت من غير خوف، مع القدرة ان احنا نشتغل وننتج ونعرق ونبني بلدنا ونكبرها ونكبر بيها ونكبر فيها رؤسنا في السماء وكترنا في الارض. مصر هتنتصر. هتكمل طريقها واحنا مع بعض. وبقول لكم احنا برنامجنا واضح وجايز، محتاجش اشرحه تاني في الشرقيه. واهدافنا هي الاهداف اللي طلع شعبنا عشانها في 25 وفي 30. لا احنا مخترعين اهداف من عندنا ولا بنفرض اهداف على شعبنا. شعبنا هو القائد المعلم
شعبنا هو اللي قال عاوز عدالة اجتماعية واستقلال وطني وحريات يحميها نظام ديمقراطي، ودي اهدافنا. وبقول لكم تاني ولكل المصريين، ايه برنامج حمدين؟ بقول لكم كده باختصار، اهداف الشعب في 25 زائد 30 يساوي برنامج حمدين. ده اللي احنا العظيم ان احنا امناء على اهدافنا. وليعلم شعبنا العظيم اننا سنبني بارادتنا وطن الحرية والعدالة والاستقلال الوطني. وليعلم شعبنا وليثق اننا لن نسمح بان يعود فساد واستبداد مبارك ومجدي مرة أخرى. يا شريفة عادلة، هننصف كل النظام، هنستر البيوت اللي من حقها، هنحترم الكلمة، حرية في الاعتقاد والرأي والتعبير والتظاهر والإضراب والاعتصام السلمي، هنقف مع فلاحينا كل الفلاحين عشان يعيشوا حياة كريمة من ناتج أرضهم بتعاونيات جديدة تحت عمرهم، بتسعير للمبيدات والبذور والتقاوي عادل، بإسقاط ديون الفلاحين الصغار عند بنك التنمية وبالإيمان الزراعي. وأصلنا وخيرنا وعزوتنا، هنقف مع عمالنا، قطاع عام هيعود مرة أخرى عشان ينتج ويحمي عماله ويدوهم حقوقهم بإدارة جديدة خير الحساب وتمويل لتمديد خطوط الإنتاج والمواد الخام. هنقف مع صيادنا في كل بحيرات مصر، هنقف مع الحرفيين والناس الشقيانين واللي ايديهم تتلف في الحرير، وهنضمن العمالة غير المنتظمة الموسمية او باليومية كفالة اجتماعية، تأمين صحي، قدرة على وقوف المجتمع جنبه. هننشئ مدن حرفيين في كل مكان، ونخلي الحرفيين بمصر مصدر قوة للاقتصاد الوطني. هنعمل مشروع قومي لشباب وشابات مصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمجلس أعلى لها على رأس وزير ومجلس في كل محافظة. وهدفنا في 4 سنين نفتح 5 مليون مشروع صغير ومتوسط ومتناهي الفئة. هنفتح الباب لأن الشباب اللي عامل الثورة، الشباب الدستور والعلى عوية،
شركائنا اللي بنخوض معركة الرئاسة مع بعض، ولما ربنا يكرمنا بالنصر هنحتاج نكمل معركة مجلس الشعب والمحليات مع بعض برضو عشان نبني خطة.
جميلة لشعبنا العظيم. طريقنا مفتوح. أدوا واجبكم وثقوا في نصر الله. اطمنوا الانتخابات الجاية اللي احنا فيها دلوقتي. ايوه فيها تأثير لكن ما فيهاش تدمير ولن يكون هناك تدمير. كلام في البرنامج انا هقوله كعهد. عهد قدام ربنا وعهد لكم. العهد ده بقدمه باسمي وباسم واحد من خيره من انجبت الشرقيه ومن انبل واروع القلوب والعقول والنفوس الطيبه في مصر. ابن الشرقية ورائد زراعة الكبد في مصر ووزير الصحة السابق الدكتور عمرو حلمي. هقول لكم بقى على لسان الدكتور عمرو حلمي وهو الخبير وبمسؤوليتي اللي هتحاسب عليها قدامكم قدام ربنا. خلال 10 سنين هنقضي نهائيا على فيروس سي في كبد كل المصريين. منورها بالامل وبستمد العزم منكم ومن سيره العظماء اللي اعطوا لهذا الوطن. بحييكم وانا في ظلال اخي وسيدي الدكتور عزازي علي عزازي.